تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود. ضمنها سموه صادق تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، مبتهلا إلى الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولهم وشعوبهم وجميع العرب والمسلمين باطراد الرفعة والتقدم والخير والبركات.